American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. أكاذيب إدارة بوش الابن ما تزال تحصد الأرواح في العراق. هذا ما عنونه موقع ريبليون الإسباني لتقريره الذي أصدره بالتزامن مع الذكرى 20 لاحتلال العراق، والذي أكد فيه أن البلاد دمرت وفق معلومات خاطئة كان من آثارها مقتل نحو 1,000,000 عراقي وتشريد ملايين آخرين. بدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الشعب العراقي هو من يدفع وما زال ثمن حرب لم تترك القوات الأمريكية سلاحا محرما إلا واستخدمته ضده. ولعلك إذا ما وقفت أمام أعداد الإصابات بأمراض السرطان تجد الإجابة عن طبيعة تلك الأسلحة. حرب بدأت بأكذوبة ساقت بالعراق ليكون رهينة وأسيرا لدى إيران عبر أذرع لها تمارس كل أشكال الانتهاكات ضد الإنسانية، وهو ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز إذ أشارت إلى أن معظم العراقيين يرون أن تداعيات الغزو الأمريكي تصب في مصلحة إيران ووكلائها الذين سبق ورحبوا بغزو العراق منذ انطلاقة أول صاروخ أمريكي باتجاه بغداد. ولطالما رفع السياسيون بعد عام 2003 شعارات رنانة كبناء عراق متطور بمستقبل زاهر، وإذ بثلث العراقيين بعد 20 عاما من هذه الوعود يقترضون ليأكلوا من شدة الفقر بحسب الأمم المتحدة. ووفق استطلاع لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، فإن معظم العراقيين محبطون مما آلت إليه الأوضاع عقب 20 عاما من الغزو الأمريكي، وهو ما يعكس الأزمة الراهنة التي يعيشها نظام سياسي كانت الطائفية نهجه المستدام بحسب المعهد.